السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أحبتي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي. مستر جودة معاكم من قناتكم جودة عودة، ويسعدني النهاردة أن أنا أقدم لكم فيديو جديد من فيديوهاتنا. فيديو النهاردة أحبتي هو فيديو هام للصف الثاني الثانوي، هو عبارة عن مراجعة الوحدة السابعة الجزء الأول، المراجعة الأولى على أول وحدة في الترم الثاني. أتمنى أن هي تعجبكم بإذن الله، وبنصحكم احبتي ان انتوا تفضلوا معانا لنهايه هذا الفيديو علشان تستفيدوا اقصى استفاده من الاسئله اللي هنحلها مع بعض. وكمان لو دي اول زياره لكم للقناه، سبسكرايب او اشتراك بالقناه مع تفعيل زر الجرس على الاول علشان يوصلكم كل النوتيفيكيشنز بتاعتنا اولا باول احبتي. وما تنسوش لايك للفيديو بتاعنا، دعم لينا ودعم للقناه. هنبدا مع بعض مع اول سؤال عندنا. رقيه spent 2 hours space the city as it was her first visit to it. رقية قضت ساعتين بتعمل ايه في السيتي؟ تمام، برافو عليكم. exploring، عايزين نحفظ الكلمات دي يا شباب. exploring يعني تستكشف، تمام، او تتجول حول المدينة، يعني يستكشف المدينة يعني يتجول حولها. inventing، discovering، devising، الحاجات دي كلها طبعا معروفة. كلمة devising اللي هي الابتكار او التخطيط، devise، devise يعني يبتكر او يخطط شيء. As I was going home، بينما كنت ماشي للبيت، I came across، أنا تصادفت مع أو قابلت الـ little girl. دي صدفة، came across يعني يتقابل صدفة مع حد. A little girl space some fruit، طبعا عايز يقول بتبيع الحالة بتاعتها، بيوصف الحالة بتاعتها، يبقى يحط لها ing، تمام، يبقى selling. خلاص، طالما عايز اوصف حال البنت، البنت كانت بتعمل ايه ساعة ما قابلتها؟ كانت selling some fruit. هنا حولتها الى اسم تبيع الايه، او بائعة الايه، بعض الايه، بعض الفواكه. A severe space has caused most of the crop to damaged، سببت الكثير من المحاصيل انها تتلف. Due to، اللي هي بسبب lack of water، بسبب نقص المياه. طبعا ايه اللي بيسبب ضرر للمحاصيل؟ الجفاف. الجفاف يعني ايه؟ تمام، برافو عليكم. دراوت، دراوت يعني جفاف، اللي هي هنا دي دراوت. طيب الكلمه دي اسمها يا جماعه درافت، درافت، درافت اللي هي تيار هواء. درافت يعني تيار هواء، فلاد فيضان، كرنت تيار، تيار ماء او تيار هواء، تمام. كرنت. سترونج سبيس اوف ووتر كاريد ذا بوت اواي. سترونج، تمام، current اللي هي الاختيار رقم C، current يعني تيار شديد من المياه حمل القارب بعيدا. It's important for a teacher، من المهم للمعلم to give a، طب عايزين نرجع لورا. طب يا جماعة current، current يعني ايه يا جماعة؟ current هو نبات شبيه بالزبيب، نبات كده شبه الزبيب. It's important for a teacher، من المهم للمعلم to give his pupils positive space. positive ايه؟ تمام، encouragement اللي هو التشجيع، encouragement يعني تشجيع ايجابي. allowance، allowance اللي هي السماح، تمام، allowance يعني السماح بشيء. reflection، الانعكاس. detest، detest اللي هي يكره، detest يعني يكره او يمقت شيء، يكره بشده يعني. the young player was full of، الولد الصغير او اللاعب الصغير كان مليء بالايه؟ to fulfill his goal. fulfill، what does it mean fulfill يا شباب؟ تمام، fulfill بمعنى ينجز او يحقق، طيب يحقق هدفه يعني. كان مليء بايه بقى؟ بالتصميم. تصميم يعني ايه؟ تمام، determination، الاختيار الاخير determination. طبعا appliance اللي هي جهاز او اداه منزليه، appliance. conservation اللي هي الحفظ. consumption اللي هي الاستهلاك، consumption. The young boy became more space. He depends on himself a lot. هو بيعتمد على نفسه كثيرا. يبقى ايه؟ أصبح إن هو أكثر ايه؟ استقلالية. يعني ايه بقى؟ independent. برافو عليكم، اللي هي الاختيار رقم ايه. We have to space أحمد up an hour before the play. عايزين نجيب أحمد أو نحضر أحمد ساعة قبل المسرحية. يعني يحضر شخص يعني ايه بقى؟ بيك أحمد up، تمام. عالز constant joking، الضحك المستمر العالي. was beginning to space all his friends، بدأ ان هو عايز يقول يزعج كل اصدقائه. so I advised him to stop، لذلك انا نصحته ان هو يتوقف. يلا نفكر كده، ايوه تمام، annoy اللي هي يضايق.
طيب employ يوظف، deploy عايزين نفتكر مع بعض، deploy بمعنى ينشر قوات، deploy ينشر قوات، apply يتقدم لوظيفة. We share the earth، نحن نتشارك الأرض، with all living space مع كل الكائنات الحية، and have a duty ولنا واجب أو علينا واجب to preserve its riches لكي نحفظ preserve riches هنا معناها الثروات riches. يبقى living ايه بقى؟ الكائنات الحية living ايه؟ تمام creatures اللي هي رقم B. طيب the firm's space financial situation is not good. The firm، firm بمعنى شركة company. Financial situation is not good after the corona crisis. Crisis يعني أزمة، أزمة كورونا. طيب the firm is إيه بقى؟ تمام current financial situation اللي هو الموقف المالي الحالي، كلمة current هنا معناها حالي. The forum المنتدى presented قدم some space from the works of several well-known authors يعني قدم بعض الإيه؟ لأعمال عديدة لمؤلفين معروفين. يبقى قدم بعض المقتطفات، مقتطفات يعني ايه بقى؟ ايوه تمام extracts الاختيار رقم B. formulas اللي هي معادلات formulas. recipes اللي هي وصفات، وصفات للأكل أو الطهي. shapes أشكال. السؤال 13 the space was changing the sheets when we got back to our room. مين اللي كان بيغير الشيتس؟ شيتس معناها ملاءات، جمع ملاية، ملاية سرير. طيب بوس كوتش مانجر ميد، ايوه هتبقى ايه بقى؟ ميد، برافو عليكم، اللي هي الخادمة، ميد بمعنى خادمة. بابليك كومبانيز الشركات العامة هاف تو سبيس ان انوال ريبورت اللي هو تقرير سنوي، اكونتس وحسابات، يعني لازم تعمل ايه بقى؟ هاف تو ايه؟ يجب ان، تمام تنشر، تنشر يعني ايه بقى؟ ايوه بابلش اللي هي رقم سي، بابلش بمعنى تنشر. زي ما خدنا من شويه ديفايس بمعنى يبتكر او يخطط، هايد يخفي، فورج، فورج بمعنى يزيف او يزور. فورج this message was written in a space code، طبعا in a secret code، تمام يعني صفرة سرية، نحفظ الكلمات دي يا جماعة. طيب كلمة educated، educated code مش حاجة اسمها educated code، educated يعني علم، educate او متعلم، educated. obvious يعني واضح، obvious. كلمة literate بمعنى يجيد القراءة والكتابة يعني متعلم، تمام. I gave my workers a space job to do. I gave، انا اعطيت للعمال بتوعي وظيفة محددة يقوموا بها، محددة يعني ايه؟ تمام specific بمعنى محدد. طيب vague، vague بمعنى غامض، تمام او مبهم. vague search يعني بحث، او يبحث. product منتج او منتج، ايوه تمام. these pills، pills بمعنى حبوب، حبوب دواء. should give you space relief from the pain just until you can get to the dentist يعني ممكن تدي لك تخفيف، عايز يقول تخفيف مؤقت، خلي بالك relief يعني تخفيف من الالم، just لحد بس اما تروح للايه؟ لطبيب الاسنان. مؤقت يعني ايه بقى؟ تمام temporary، temporary بمعنى مؤقت، عكسها permanent، permanent يعني مستديم او دائم. constant يعني دائم او متواصل، constant. specific محدد. the greatest space facing the government is unemployment اللي هي البطالة. طبعا the greatest، ايوه تمام challenge، سامع حد شاطر معايا بيجاوب بيقول تشالنج، التحدي الأعظم اللي بيواجه الحكومة هو البطالة. السؤال 19 the car is in a good space it doesn't need to be fixed مش محتاجة انها تصلح، يبقى في حالة جيدة. يعني في حالة بقى؟ كلمة حالة معناها ايوه تمام condition، يبقى in a good condition. سما space to be a doctor، سما في الوقت الحالي بتدرس علشان تكون طبيبة، هي مش دلوقتي بتدرس بس لما اكون عايز ان انا أعبر عن حدث بيحصل هذه الأيام بفترة محددة أو فترة مؤقتة، تمام؟ بستخدم إيه؟ present continuous، برافو عليكم، اللي هو is studying. يبقى سما اليومين دول بتدرس علشان تكون طبيبة. It's your duty، من الواجب عليك to make your guests space at home. ده structure كنا خدناه اللي هو feel at home، يشعر بالترحاب. feel at home، يشعر كأنه في بيته يعني.
I was happy when I came space you in Aswan. عندما تصادفت معك في أسوان. خدناها في بداية الفيديو اللي هي came across you. came across حد معناها ان هو تقابل معه بالصدفة. تمام؟ came across you يعني تقابلت معك بالصدفة. I hadn't expected لم أكن أتوقع to see you there. She is supposed to educate her family in a good way. She is هي تمام struggling. برافو عليكم. يعني ايه struggling بقى؟ تكافح. struggle يعني يكافح او يناضل عشان تعلم اسرتها بطريقة جيدة. relieving بمعنى يخفف. relieving. relaxing يستريح. كلمة dispensing بمعنى توزيع او صرف يعني يوزع. dispense الverb dispense بمعنى يوزع. I can't imagine our life without internet. انا لا استطيع ان اتخيل. هو في الاخر عايز synonym of imagine مرادف كلمة imagine. تمام. fancy اللي هي رقم ايه. fancy. السؤال 25 changing the name of the company تغيير اسم الشركة will only lead to سوف يؤدي فقط الى الايه الارتباك. ارتباك يعني بقى يبقى احنا محتاجين هنا noun. noun اللي هو confusion الارباك. confusion confuse اللي هي الفيرب نفسه يعني يربك. confusable اللي هو شيء مربك. تمام. confused مرتبك. the little child was left space his own with no help from anyone بلا مساعدة من أي حد. يبقى ترك بمفرده. بمفرده يعني إيه؟ on his own. برافو عليكم. in on his own اللي هي بتساوي by himself يعني. the sailor struggled اللي هو البحارة كافح to survive علشان ينجو. the antonym of the word struggle عايز عكس. خلي بالك antonym يعني عكس كلمة struggle is تمام surrender اللي هو يستسلم. struggle يكافح أو يناضل. surrender يستسلم. expertis suffer بمعنى يعاني. suffer. fight يحارب أو يقاتل. gain يكسب. يكسب سمعة مثلا أو يكسب شيء معنوي يعني. expertis advise young people الخبراء بينصحوا الشباب not to space distracted easily ألا يقعوا أو يصبحوا distracted مشتتين. طبعا distracted يعني مشتت. مشتت الذهن. طبعا get distracted يعني يصبح مشتت. he invented space story to convince his father of his failure. طبعا هو هنا اخترع عايز يقول قصة خيالية. قصة خيالية علشان يقنع. convince يعني يقنع والده بالفشل بتاعه. طبعا خلي بالك كلمة قصة خيالية انا عايز كلمة خيالي صفة يعني. يبقى ايه تمام imaginative. imaginative اللي هي رقم دي. I space my friend at the airport tomorrow. I have arranged it. خلي بالك في عندي كلمة arranged. طالما موجودة كلمة arranged يبقى في عندي حاجة اسمها fixed future يعني المستقبل المعد لي او اللي انا جهزت له. يبقى بستخدم له ال present continuous. يبقى I am visiting. I am visiting مضارع مستمر علشان اعبر عن الحاجة اللي بتكون arranged مرتبة. Where is Ahmed? He's busy a tennis match. أين أحمد الآن؟ يبقى هو بيعمل إيه؟ خلي بالك أنا بسأل في المضارع أين أحمد؟ فرد علي قال لي وحد تاني هو أكيد دلوقتي بيعمل حاجة اللي هي he is playing مضارع مستمر. إحنا لازم نفهم الجرامر يا جماعة. الجرامر المفروض الجملة تتفهم. تمام؟ بلاش نحفظ نفهم. أين أحمد؟ يبقى هو دلوقتي بيعمل إيه؟ he is playing a tennis match. عارفين الـ present continuous بيعبر عن شيء بيحصل الآن وقت الكلام أو قد يكون ما بيحصلش دلوقتي ولكن في حدث مستمر لفترة مؤقتة. أي نعم هو يعني حد بيدرس مثلا اللغة الإنجليزية الآن لفترة مؤقتة. فبنقول he is studying English for 3 weeks. تمام؟ هو بيدرس اللغة الإنجليزية لمدة 3 أسابيع. تمام؟ فترة مؤقتة. فبستخدم معها الـ present continuous. I feel like أنا أشعر وكأني space arrest. I feel like تمام having. I feel like having. feel like الstructure ده بيجي بعديه حاجتين إما noun اسم أو gerund اللي هو verb ing. The bus moved and left me. الاتوبيس تحرك وتركني خلفه. يبقى left me إيه؟ تمام behind. تمام سابني ومشي يعني. Don't worry رقية knows. لا تقلق رقية عارفة ماذا تفعل. يبقى رقية knows تمام what to do. ده structure لازم نحفظه. رقية knows what to do. صهيب is a or an space.
ميد اكتريس سيرفنت سيلز وومن. تمام، برافو عليكم. سيرفنت، سامع حد شاطر بيقول سيرفنت؟ سيرفنت معناها خادم، تقال للمؤنث والمذكر، ممكن خادم او خادمه. اما ميد هي خادمه فقط انثى، اكتريس ممثله المذكر منها اكتر. تمام، سيلز وومن اللي هي بائعه، طبعا سيلز مان اللي هو البائع المذكر منها. هير هازبند دايد اند ناو شي ليفز، او زوجها توفي والان هي تعيش بمفردها، تبقى ايه؟ الون. تمام، شي ليفز الون. هي از سبيس ان فارمنج، هو خبير في الزراعه، يبقى هي از اكسبيرينسد. برافو عليكم، الاختيار رقم بي، اكسبيرينسد بمعنى خبير. ماي فاذر سبيس از انجينير، اتس هيز permanent job. فاكرين كلمة permanent يعني ايه؟ تمام، مستديمة. permanent job يعني وظيفة مستديمة، انها وظيفته المستديمة. يبقى ماي فا طالما وظيفة مستديمة بستخدم معاها ال present continuous sorry present simple اللي هو works. يبقى ماي فاذر works as engineer، it's his permanent job. لكن لو في عندي حاجة ما هياش permanent، يعني حاجة temporary زي ما قلنا من شوية اللي هي مؤقتة، بستخدم معاها ال present continuous اللي هو رقم C. They are hungry، هما جائعين. They space something to eat. تمام، برافو عليكم. They want، ليه استخدمت الـ present simple هنا أو المضارع البسيط؟ علشان ده فعل من الأفعال بنسميها stative verbs، اللي هي الأفعال stative verbs، أفعال الحالة، أفعال إيه؟ الحالة. تمام، اللي هي ما بتعبرش عن أفعال فيها حركة عشان أشوفها أو إن أنا أقدر أسمعها. أفعال الحالة كلها بتاخد شيء او ما بتجيش في الفيرب اي ان جي، بتيجي دايما في المضارع البسيط، ما بتجيش في البريزنت كونتينيوس. يبقى they won't، ما ينفعش اقول they are wanting. stress space high blood pressure، الضغط يسبب ضغط الدم الزياده، اللي هو الضغط اليومي او ضغط الحياه بيسبب ضغط الدم الزياده. يبقى causes اكيد اللي هي مضارع بسيط برضو هنا، علشان انا بتكلم في verb من اللي هما بنسميها state verbs او stative verbs اللي هي افعال الحالة، وحالته هنا ان هو بيسبب، دايما بحطها في present simple المضارع البسيط اللي هو اما مصدر او مصدر زائد s، وهنا حطينا s مع الverb علشان stress مفرد. poor space very naughty these days، هذه الايام خلي بالك، يبقى في فترة مؤقتة. I need to ask a doctor about this behavior، أنا عايز أسأل طبيب عن هذا السلوك behavior. يبقى طالما فترة مؤقتة يبقى is being، دايما المضارع المستمر بيعبر عن شيء temporary مؤقت. He is always space his car keys at home، أنا هنا بستخدم always مع تمام المضارع المستمر علشان أعبر بيه عن حدث شخص بيكرر شيء، والشيء ده بيضايقني، او شيء يكون شيء يعني مش كويس، حاجه حد بيعملها باستمرار، فبنستخدم always ومعاها الـ present continuous. he is always forgetting، احنا طبعا شايفين is على طول تاخد معاها ing طبعا علشان مضارع مستمر، لان هو في الاكتف كمان مش في الباسف. you haven't said a word all morning، انت ما قلتش حاجه طول الصباح. what's this about، انت ما قلتش حاجه طول الصباح. يبقى فيما تفكر، فيما انت تفكر، فيما انت مستمر في التفكير، يبقى what. تمام، are you thinking، what are you thinking، ما ينفعش اقول what do you think، رغم ان think من الافعال اللي هي الستيتيف، الا ان انا هنا بعتبر think بمعنى اخر، وهو يتدبر الامور، فيما انت تتدبر او فيما انت تفكر الان بتفكر في ايه. if you space at that comic book I would like to see it، لو انت ما بتبصش او ما بتتفحصش في الكتاب انا عايز اشوفه. يبقى if you aren't looking، لو انت ما بتشوفش دلوقتي انا عايز I would like to see it. something space different، are you wearing a new suit، something شيء ما يبدو مختلفا، عايز يقول يبدو، هل انت ترتدي بدلة جديدة. تمام، يبقى seems، seems يعني يبدو. طب ليه ما خدناش seem، لان something تعتبر بنسميها من ال indefinite pronouns، الضمائر الغير محددة، دايما بتاخد فعل مفرد، بتاخد اس مع الفعل يعني. But something seems different. We space for our mother's birthday. Do you want to give a hand؟ معناها do you want to help، يعني هل تريد المساعدة؟ طيب احنا دلوقتي بقى طالما ان انا بقول لك هل تريد المساعدة، يبقى احنا بنجهز لعيد ميلاد ماما، يبقى we are preparing، مضارع مستمر برضو. Most scientists، معظم العلماء،
طبعا ده من الستيتيف فيربس، افعال الحاله زي ما قلنا من شويه، دايما بتيجي في البريزنت سيمبل، يبقى بليف يفكر او يعتقد. The team who won the Champions League, space being honored. طبعا هنا the team who، the team بنعتبرها حاجة اسمها collective nouns أو الأسماء الجمعية، أسماء الجمع. ممكن إن هي تاخد فعل مفرد وممكن تاخد فعل جمع حسب المعنى المقصود منها. طيب لو جبنا الكولكتيف ناون زي ذا تيم او ذا فاميلي، تمام، دي بنسميها كولكتيف ناونز. لو جبناها وجبنا بعدها ضمير الربط اللي هو الريليتيف بروناون هو، دايما بتاخد فعل جمع، بنعتبرها جمع لو جه معاها هو. ليه؟ لان اعتبرتهم اشخاص وقصدت بيهم كل شخص في الفريق، تمام، هو يبقى انا بعتبرها جمع، فباخد ار عشان اعتبرها جمع. عايز يقول ان الفريق الذي فاز في رابطة الابطال ماله ار بينج اونرد، يتم تكريمهم، ار بينج اونرد بيتم ايه تكريمهم، بس انا استخدمت ار هنا علشان هي اللي تنفع مع بينج. ار بينج هنا بسميها الباسيف فويس في المضارع المستمر، يبقى ار بينج اونرد. طيب تعالوا نشوف نفس الجملة بقى، ذا تيم ويتش وان ذا تشامبيونز ليج. ايوه تمام، از بقى مش ار. ليه هنا استخدمت از؟ علشان هنا استخدمت ويتش، ضمير الربط ويتش، فاعتبرت التيم ده هو عباره عن شيء او كتله واحده بعبر عنه بالمفرد، لانه اعتبرته حاجه واحده واعتبرته شيء، علشان كده استخدمت له ايه؟ ويتش، علشان ويتش بتيجي مع الاشياء الغير عاقله. Where space did you go during your last holiday? Where else، تمام، يعني اين ايضا ذهبت اثناء اجازتك الاخيره. خلي بالك وير دايما إلس بيجي قبلها اللي هي اسماء اللي هي الايه الاستفهام او ادوات الاستفهام قبلها، يعني ممكن اقول وات إلس او هاو إلس او وير إلس او وين إلس، اي ضمير حسب المعنى بتاع الجمله بتاعتي. يبقى وير إلس ديد يو جو during يور لاست هوليداي. واتس ذات terrible نويز، ما هذه الضوضاء الفظيعه. فرد عليه زميله قال له the neighbors space a party. دلوقتي ال neighbors بيعملوا ايه؟ are having. طبعا انا بسأل في المضارع بقول ايه الدوشة دي، فبيرد عليا اكيد ان هما بيعملوا حاجة دلوقتي، هما بيعملوا حفلة. هاني always wears jeans، هاني دايما بيرتدي الجينز. but today، ولكن لفترة مؤقتة، النهاردة، يبقى طالما فترة مؤقتة يبقى ايه؟ تمام، is wearing مضارع مستمر. رقية finds it hard to understand math، تجد من الصعوبة انها تفهم الرياضيات. خلي بالك finds it hard، مش hardly ولا hardy، hardy ولا hardness اللي هي الصعوبة، hardness، تمام. a hardy معناها شاق او صعب، hardy. there was a lot of clouds and it started، في الكثير من السحب وبدأت الدنيا ايه؟ ايوه تمام، ينفع حاجتين هنا اللي هي to rain او raining. it started to rain او raining، يبقى هناخد الاختيار الاخير B and C. السؤال رقم 55، مستر جودا taught me space English. مستر جودا علمني ان انا كيف اتكلم الانجليزية. ايوه تمام، في حاجتين هنا ينفعوا، ممكن اقول مستر جودا taught me to speak English او how to speak English، يبقى A and B. He is very fat. هو سمين أو تخين جدا. He finds its best to run. He finds its best to، خلي بالك to هنا. يبقى too difficult to run ولا difficult enough to run ولا so difficult ولا A and B. A and B. ها؟ يعني too difficult، تمام، هي too difficult الأولى. طبعا علشان في عندي قاعدة بتقول to زائد الصفة و to التانية زائد الإيه؟ الفيرب في المصدر، بمعنى هو كان من الصعب جدا عليه ان هو يجري. The room space is cleaning is being cleaned cleans cleaned. تمام، سامع حد شاطر بيقول is being cleaned، لازم احطها في الباسيف فويس هنا اللي هو المبني للمجهول. ليه؟ لان الغرفه ما ينفعش انها تنظف في المعلوم، نقول الغرفه بتنظف is cleaning، غلط طبعا. cleans برضه في المعلوم، وcleaned نظفت ما تنفعش طبعا، لازم تنحط في الايه؟ في المبني للمجهول اللي هو is being cleaned. طبعا ده زمن المبني للمجهول في present continuous او المضارع المستمر. كريم can't go with us، كريم مش هيقدر يجي معانا. ليه؟ عشان اكيد بيعمل حاجه دلوقتي. he is helping his father، مضارع مستمر برضه. خلي بالك لما يكون في شيء منعك ان انت تعمل حاجه، الشيء اللي منعك ده دايما بيكون في المضارع المستمر اللي هو ايه بقى، بس في المضارع خلي بالك، هي كانت جايه في المضارع.
تمام، حاجة منعتني من حاجة في المضارع، فالحاجة اللي بتمنع دي لازم تكون في المضارع المستمر. Space and hard work made his company one of the biggest companies. إيه والشغل الشاق أو العمل الشاق جعلت الشركة بتاعته واحدة من أكبر الشركات. تمام، أيوة، determination اللي هو التصميم أو الإرادة، determination and hard work. تمام، affectation اللي هو إيه؟ affectation، affectation يعني التصنع، تصنع الحركة اللي هو affectation التصنع. في عندي deterioration اللي هو التأخر، تمام، deterioration التأخر. condensation اللي هو التكثف، condensation في العلوم طبعا. stop making loud noise، توقف عن عمل هذه الضوضاء الضخمة، please من فضلك. you are space me from my study، انت بتشتتني عن دراسة عن الدراسة بتاعتي. تمام، برافو عليك. تشتت يعني ايه؟ distracting، distracting يعني يشتت. طبعا احنا قلنا dispensing اللي هي ايه؟ تمام، dispensing بمعنى التوزيع او الصرف، dispensing. respecting بمعنى احترام، تمام، respecting اللي هو يحترم، جاي من الفيرب respect. encourage بمعنى يشجع، encourage. بكده احباتي نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. ما تنسوش لايك للفيديو، دعم لينا ودعم للقناة، ولو حابين تنضموا لينا احباتي شاركونا بالاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس على الاول، وانتظرونا في الجزء الثاني بإذن الله من المراجعة قريبا جدا بإذن الله. وحتى ألقاكم في الفيديو القادم، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.